The Beekeeper، فيلم أكشن وجريمة، إنتاج 2024، مدة الفيلم ساعة و45 دقيقة، يصلح للمشاهدات العائلية، متوفر للمشاهدة. قصة الفيلم: رجل يقود حملة من أجل الانتقام، فتأخذ طابع المصالح الوطنية بعد أن اكتشفوا أنه عميل سابق في منظمة خطيرة. العنوان لعريض الفيلم: قصة سطحية وساذجة، لكن بطل الفيلم في قمة مستواه عندما يتعلق الأمر بمشاهد الحركة الوحشية والجذابة وحتى السخيفة. السيناريو والحوار: السيناريو ضعيف جدا لدرجة السخافة والاستسهال أيضا، وهذا متوقع ولكن ليس لهذه السطحية. آدم كلاي، مربي نحل، يحافظ على صداقة وثيقة مع فاعلة الخير الغنية واللطيفة السيدة باركر، التي تقع لسوء الحظ ضحية عملية سرقة إلكترونية ضخمة تسرق ثروتها بالكامل وهي في حالة ذهول. ينتهي الأمر بالسيدة باركر بالانتحار. آدم ليس مربي النحل النموذجي، في حين أنه يعتني بالنحل للحصول على العسل، فهو أيضا عميل سابق لمنظمة سرية للغاية تعرف باسم مربي النحل. نحن لا نعلم الكثير عما يفعله سوى الركل وأخذ الأسماء، كل ذلك باسم حماية الخلية، وحتى لا نعرف الكثير عن هذه المنظمة، لكننا ندرك بسرعة أن هدفه التالي هو المحتالين، لأنه سوف يصل إليهم من خلال أي وسيلة ضرورية. على الفور تقريبا بدون أي تعقيدات درامية ولا غموض، يجد آدم أحد المكاتب الرئيسية للشركة ويحرقها تماما بكل سهولة وسذاجة من السيناريو، مما ينبه ديريك البالغ من العمر 28 عاما والذي يدير العملية بأكملها جنبا إلى جنب مع كبير مستشاري. ما يلي هو أجواء انتقامية مليئة العنف والإشارات الغامضة إلى ماضي آدم والإشارات إلى الفساد الحديث. لا يأخذ السيناريو نفسه على محمل الجد أبدا، فهو يحاول أن يوازن بين القدر المناسب من الجراءة والسخافة لكن لا ينجح في ذلك. الإخراج والتصوير والإضاءة: الإخراج جيد كمجمل، قام بالمطلوب منه لا أكثر ولا أقل، بدون إبهار بصري ولا مشاهد أكشن مبتكرة. مشاهد أكشن عادية كان من الممكن أن يكون الإخراج مبهر إذا تم إنتاج الفيلم من 20 عاما. جودة التصوير جيدة، الموسيقى تقليدية وتم استخدامها في أفلام كثيرة قبل ذلك، المونتاج قطعات سريعة مناسبة للإيقاع العام بالفيلم. الممثلين: ربما لن يفوز بطل الفيلم أبدا بجائزة الأوسكار، لكنه دائما ما يكون ملتزما بكل دور يقوم به، إنه يعرف ما يريده جمهوره ويبدو أكثر من سعيد بمنحه لهم في الفيلم. يعطي كل إمكانياته وكل ما يمكنه بهذا الدور من خلال حضوره الفريد من نوعه على الشاشة، حيث يمكنه أن يجعل ضرب الناس يبدو سينمائيا للغاية. يمكنه لعب هذه الأنواع من الأدوار أثناء نومه. باقي الممثلين أداء غير مقنع منهم، كأنهم يؤدون المطلوب فقط بدون روح. من الواضح أن توجيه المخرج لهم والسيناريو ايضا سيء جدا. تم تصميم الفيلم لجمهور محدد جدا، يشير العنوان وحده الا ان هذا يمثل عودة الى افلام الحركة في عصر مختلف، حيث تفوقت سلسلة جون ويك وميشن امبوسيبل في الجمع بين الحركة المذهلة وبناء عالم من الطراز الاول. ذا بي كيبر لا يحاول القيام بذلك، انه يريد فقط ان يجذب المشاهدين وقتا ممتعا ذو حبكة ايقاعية قد تجعل بعض الجمهور يرفعون حواجبهم ويسخرون، لكنه سيجعل محبي بطل الفيلم يبتسمون ويضحكون ويهتفون. يعتبر الفيلم رحلة يحاول أن يكون ممتع، ومجرد أن تبدأ الأحداث فإنها لا تتوقف أبدا. بطل الفيلم يبدو أنه يستمتع بالجمع بين الفكاهة الخفية والقوة التي تتمتع بها شخصيته على الآخرين. يمكن أن تكون مشاهد الحركة مبهجة شيئا ما ولكن تقليدية، ومهمة آدم هي التي تحافظ على تماسك الفيلم على الرغم من الافتكار إلى السرد وعمق الشخصية. إذا كنت من محبي بطل الفيلم سوف تستمتع ولكن لا تتوقع الكثير. تقييم للفيلم هو 5/10.